باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اسمحوا لي اخش في الموضوع على طول النهارده، اليوم يعني مضغوط شويه. هتكلم معاكم النهارده على موضوع اسمه المشاكل. موضوع اسمه ايه؟ المشاكل. طبعا اي انسان يعتقد للحظه ان ممكن حياته تمر من غير مشاكل ده يبقى انسان واهم قوي وخيالي قوي، ومش عايش، مش هقول في مصر معانا، ده مش عايش في الكوكب، مش عايش في الكون بتاعنا. لان طبيعه الحياه في مشاكل، والمشاكل انواع. يعني على سبيل المثال في مشاكل صحيه، مشاكل صحيه، في مشاكل صحيه طبعا، ولما الانسان صحته بتبقى تعبانه مش هو بس اللي بيتعب، ده اهل بيته كمان بيتعبوا معاه. ولما التعب يزيد قوي وما بيبقاش قادر يتحرك بنفكر في مشاكل اكبر، مين يقعد، بنعمل ورديه، مين تمريض، مين مش تمريض، مشاكل كبيره قوي. مشاكل تاني غير المشاكل الصحيه ممكن نقول ان في مشاكل اجتماعيه، اشهرها الزواج ومشاكل الزواج ومحاولات الانفصال، ودي مشاكل مش بيدفع ثمنها الزوج والزوجه، دي مشاكل بيدفع ثمنها الزوج والزوجه والعيله الكبيره هنا والعيله الكبيره هنا والاولاد، مش كده؟ يعني مشكلة بين اتنين سمعت في محيط كبير قوي قوي. دي مشاكل اجتماعية ومشاكل صحية زي ما قلنا. وفي كمان نوع تاني من المشاكل يعتبر اسمه مشاكل التعامل مع الشخصيات الصعبة. أنا في شغلي ومحتاج المرتب والمدير بتاعي أو المديرة بتاعتي صعبة جداً، انا ما اقدرش اسيب الشغل عشان محتاجه المرتب، وكل يوم مش عارفه اتعامل معاها لان عندها مشكله قد تكون نفسيه بتخوني، عندها احساس بالمؤامره، في ناس عندها حاجات كتيره قوي، وانا مضطر اتعامل كل يوم بسلام وانا مش عارفه اتعامل معاها كل يوم بسلام. مشاكل مع الجيران، مشاكل في الباركينج وزحمه العربيات وكل واحد حاطط له طوبه قدام بيته والتاني ينزل يلاقي دمه محروق مش عارف يحط عربيته فين، مش دي مشاكل تافهه قوي لكن بتعكر السلام بتاع الانسان. حاجات كتير قوي. عندنا كمان نوعين تانيين من المشاكل، مشاكل تحتاج تدخل سريع، تدخل سريع ولو سكتنا عليها تتفاقم، وفي مشاكل تانيه لو تدخلنا تدخل سريع هتحصل فيها مشكله. يعني ايه هتحصل فيها مشكله؟ يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، زي بالظبط واحد عنده خراج تحت درسه، الدكتور يقول له ما اقدرش امد ايدي في الخراج الا لما ادي لك انتيبيوتيك والانتيبيوتيك فش، او في مشاكل محتاجه الناس تهدى. يعني انا اوقات في مشاكل يتصلوا بيا لازم اتدخل بعد ساعه والا تحصل مصيبه، وفي مشاكل تانية الام تقول لي اعمل معروف انت سايب بنتي، بنتي في نار، واسيب. هو انا متعمد؟ لا، ده انا عارف بخبره قبل كده ان لما بتعامل مع البنوته دي وهي في حاله من حالات الهياج ما بنوصلش لحاجه وبتتشد اكتر وقراراتها بتبقى اسوأ، لازم اسيبها تهدى حتى لو الام شايفه غير كده، لكن انا لازم اسيبها ايه؟ تهدى. يبقى احنا هنا بنتكلم على انواع من المشاكل، انواع متعدده جدا من المشاكل، كل مشكله وليها نوع. انا مش جاي أعدد معاكم مشاكل، أنا جاي أقر بحقيقة إن في مشاكل. أمال إحنا جايين نتعلم إيه في الكنيسة؟ إزاي نحل المشاكل؟ أو كيف نتعامل مع المشاكل؟ أو كيف نقابل المشاكل؟ هديكم خمس نصايح وممكن يبقوا 12 وممكن يبقوا 15، على قد وقتنا هناخد أول خمس نصايح. أول وأهم عامل في مواجهة أي مشكلة هو الهدوء، هو الهدوء. المشكلة لو دخلت جوايا ووترتني أو قلقتني هي أعمتني. يعني إيه أعمتني؟ ما بقتش شايف الحل وباخد حلول نتيجة انفعال وغضب نفسي مش نتيجة إن أنا بفكر بعقلي المشكلة دي تتحل إزاي. يبقى أول حاجة لازم أكون هادي. دايما أعرفوا كده يا جماعة، التوتر والقلق
والغضب بيزيد المشكلة مشكلة. هقولهم تاني، التوتر والقلق والغضب بيزودوا المشكلة مشكلة. أنا نفسي بدل ما أبقى مية تطفي فحمة مولعة، أنا نفسي بتحول لفحمة مولعة. ففي هذا الاضطراب وفي هذا الهياج، من يستطيع أن يسمع صوت الحكمة؟ ولا حد، محدش يقدر يسمع الحكمة. يبقى نمرة واحد، لازم أهدى وأجاهد في أن أنا أهدى وما كلمش حد يهيجني فوق هياجي، ولا حد يزود سخطي فوق ما أنا ساخط، ولا حد يوترني فوق ما أنا متوتر. يبقى أول حاجة الهدوء، واعرفوا كده، طول ما أنا مش هادية أنا مش مؤهلة للتعامل مع المشكلة، ودي مش سلبية، تصوروا أنا مش مؤهل إن أنا أعمل جراحة لحد من حضراتكم، وبعدين مسكت مشرط وفتحت عشان أعمل جراحة، طب أنا هموته صح ولا لأ؟ يبقى الحل الأولاني اقتناء الهدوء. طب أنا مش هادية، أقول لهم ادوني وقت، خش صلي شوية، خش خدي دش، خش اتحركي، اعملي أي حاجة. قولي لهم مش هفكر في الموضوع ده قبل ساعتين ثلاثة. طبعا في حاجات ما تستحملش كده، ابني متعور، ابني دماغه مفتوحة، مش هقول افكر ساعتين ثلاثة، لا انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على المشاكل المتكررة والاعتيادية مع الجيران، مشاكل زوجية، مشاكل ليها طابع الاستمرار، دي محتاج نمرة واحد الهدوء. نمرة اتنين الواقعية. يعني ايه الواقعية؟ اول حاجة المشاكل لازم تحصل تحصل. نمرة اتنين في مشاكل ملهاش حل ولابد ان الانسان يتأقلم معها. هقولها تاني، في مشاكل ملهاش حل ولابد ان الانسان يتأقلم معها. زي ايه؟ احكي لكم حاجة صغيرة قوي على موضوع صحي. سيدة من السيدات عندها مشكلة في الركبة بتاعتها، مشكلة، فالدكتور قال المفروض الطب بيقول ان المشكلة ان الركبة دي نعملها knee replacement، يعني اللي هي ايه؟ تغيير مفصل. اوكي، بس المشكلة ايه؟ المشكلة مش في ان هي كده، المشكلة ان قلبها لا يحتمل انها تخش بنج، لان القلب اوريدي اتعرض لازمات قبل كده، فاحنا عندنا قلب تعبان وعندنا ركبة تعبان. الركبة استوفت كل المحاولات، لكن اتبقى حاجة واحدة بس، انها لازم تتغير، وتتغير يعني هتاخد بنج، والبنج القلب مش هيحتمله. فهمتوا القصة؟ طب يبقى المشكلة دي حل؟ ملهاش حل. امال ايه؟ لازم تعيشي بالواقع اللي انت فيه وتتعايشي مع كده. هنشوف بقى حلول تانية، عصاية، عكاز، ما نطلعش سلم، ما ننزلش سلم، لكن خلاص في مشكلة ملهاش حل. أوقات الإنسان بيعذب نفسه في مشكلة ملهاش حل. مشكلة ملهاش حل، معايا ولا مش معايا؟ طب ومتعذب، طب هتحلها؟ طب تعرف تحلها؟ طب في حد يعرف يحلها لك؟ هندور. طب ما لقيناش. لا، اقبل الواقع بتاعك، اقبل الواقع بتاعك. يبقى نمرة واحد الهدوء، اتنين الواقعية، وجنبها كلمة التأقلم، لأن في مشاكل ملهاش حل. تلاتة، في نقطة مهمة قوي 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 في حل المشاكل بالنسبة لنا احنا كناس ولاد ربنا. ايه هي؟ نقطة الإيمان. الإيمان إزاي؟ الإيمان بولس الرسول بيقول كده، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني المشكلة في حد ذاتها ممكن تكون خير، ممكن، مش بقول في كل وقت المشكلة خير، لكن أنا بقول أن في بعض الأحيان ممكن المشكلة تكون خير. واحد عايش حياة عادية جدا، تجيله المشكلة، المشكلة دي هي اللي تعلمه الصلاة، وتعلمه الصبر، وتعلمه الاحتمال، وتعلمه التعود، وتعمله طول الأناة، هيعمل ايه؟ هيعمل، ما عندوش حلول. مرة من مرات احد الاباء الكهنة جاله جواب من احد الرجال، قال انا كنت في عشق مع زوجتي لمدة
15 17 سنة وبعد كده تنيحت، جالها مرض الفردوس وتنيحت. فبيقول وكانت وفاة زوجته هي اللطمة الحانية التي لطمني بها الله. يعني ربنا عمل بس كده ليه؟ لأن لما كانت مراتي موجودة كانت بالنسبة لي كل حاجة في حياتي، لما مراتي اختفت لجأت لربنا عشان يكون كل حاجة في حياتي. فعلى قد من ألم فراقها على قد ما أنا كسبت معرفة الله. يعني أنا بديكم مثلا، مش بالضروري كل الناس هتحس كده، بس أنا بقول إن ممكن المشكلة في وقت من الأوقات بالإيمان تكون إيه؟ لدرجة أنا في بعض الناس أقابلهم عندهم مشكلة صعبة قوي، أقول له صدقني أمام الله أنا مش عارف أعمل حاجة، ولا مش عارف حتى حكمة الله من المشكلة دي إيه، ولكن بالإيمان ومع الوقت ممكن نكتشف حكمة ربنا ويعلنها لينا. فممكن تكون في مشكلة ملهاش حل، بس المجد ده ممكن المشكلة ما تتحلش على الأرض ويكون ربنا سمح بيها من أجل مجد السماء. عارفين زي مين؟ زي مثلا الغني والعاذر. إيه رأيكم في مشكلة العاذر الصحي؟ ما كانش في حد بيقلبه، الكلاب كانت قاعدة تلحس جراحاته، يعني مش عايز أصور لكم المنظر لأنه منظر صعب، لكن من كتر ما كان عنده تقيحات وبتنزل دم كانت تيجي الكلاب تلحس الدم ده ايه ده؟ ايه ده؟ بس في الاخر خالص كان في مجد ولا ما كانش في مجد؟ بولس الرسول كان في السجن والكنيسه كلها تقول حكمتك يا رب، بقى الفيلسوف المسيحي صاحب السفريات وصاحب الرسائل وصاحب الغيره المقدسه دي يتسجن، مش احسن له يكون بره ويخدمنا؟ ربنا يقول لا اطمنوا. ايه رايكم ان بولس وهو جوه السجن في ناس امنت اكتر من لما كان بره السجن؟ ايه ده هي في مشكله ممكن يكون ليها فايده؟ الحقيقه ممكن المشكله يكون ليها فايده، ما بقولش في كل الاحوال، لكن في احوال بالايمان ممكن الاقي المشكله في حل. المشكله كمان بالايمان بتعلمني ان لكل شيء تحت السماوات وقت. ليه ربنا استنى في الهزيع الرابع؟ لأن لكل شيء تحت السماوات وقت. ليه سوسنة من الأول ربنا سمح لها تمر بالمحنة دي وبرائتها تطلع في آخر دقيقة؟ لأن المشكلة علمتني أن لكل شيء تحت السماوات وقت. تقوى وانتظر الرب. فالمشاكل بتعلمنا كتير. المشاكل في حد نفسها مدرسة بتعلمنا كتير وتنقي فينا كتير وتنقح فينا كتير. فبالإيمان أنا عارف إن ممكن المشكلة تكون الخير. الإيمان أيضا يقودني المرحلة حلوة قوي في المشكلة، إن طالما المشكلة دي صعبة قوي 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 قوي، طب إيه رأيكم نعمل حاجة؟ إيه اللي نعمله؟ نسلمها لربنا. نسلمها لربنا. في أم بتبقى مكسورة عشان بنتها ممكن تكون بتمر بظروف صعبة، زوج قاسي، زوج مهمل، زوج مش يعني سلبي، معندهاش هتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ملهاش حل. زوج أنا آسف يعني لا مدخل في كلام ولا ليه كبير ولا كهنة ولا كنيسة، هنعمل له إيه؟ هنجرجره؟ هنغيره؟ مش هنعرف. لكن لما بتقف قدام ربنا وتقول له اسمع يا رب، انا ايامي قليله بس انت باقي، وانا ام مهما حبيت بنتي محدوده لكن انت اب حبك غير محدود، انا بقول لك بنتي دي بنتك وانا بره المشكله علشان انت اقدر مني انا على حل المشكله دي. صحيح مش معنى انها قالت الكلمتين دول مش هتبطل الالم على بنتها، لا ما احنا بشر وبنشوف وبنتويع، لكن اطمنت ان عملت اللي عليها، ودت بنتها لاعظم طبيب او سلمت المسؤوليه لاعظم جراح، سواء بقى يحل المشكله ويهدي جوزها او يوسع قلب بنتها انها تحتمل جوزها. في كل الاحوال الايمان يجعلنا نسلم المشكله لله. فاكرين الارمله اللي ابنها مات؟ لما ابنها مات راحت ايه؟
المرأة الشونامية راحت بتقول للنبي ايه؟ بتقول له ايه؟ بيقول لها أسلام لك؟ قالت له سلام. جابت السلام ده منين؟ ده واحد ابنها ميت، ازاي دي تكون عندها سلام؟ سلام لرجلك سلام، سلام لابنك سلام، بس تعالى بس معايا عشان عندنا مشكلة صغيرة كده في البيت، يعني ابني مات بس سلمت المشكلة لله. فلما الإنسان يتعود إنه يسلم المشكلة لربنا بيهدى شوي. يعني أوقات كده المثل العامي بيبقى صح، بيقولك أنت ليه شايل الدنيا كلها على دماغك؟ صح؟ أو مش عارف، معرفش بيقولوا إيه؟ ما علينا بقى، ما علينا. المهم شايل الدنيا على دماغك دي معناها إيه؟ إنك ما تسيب ربنا شوي، ما تسيب حاجة لربنا يشيلها. سيب حاجة لربنا يشيلها. أنا فاكر منظر شفته من بلكونة مرة عند الجيران كده، مدخل ولد عنده 3-4 سنين، ابوه جايب بطيخه يظهر ايه 7-8 كيلو، وبعدين شايل البطيخه، قال له بابا انا عايز اشيلها، قال له لا يا حبيبي تقيل عليك، قال له لا عاوز اشيلها، قال له لا يا حبيبي تقيل عليك، قال له شيلها انا عايز اشيلها، انا راجل انا كبرت انا عايز اشيلها انا عايز اشيلها. فالاب بقى ايه محتار، فرحان بابنه اللي عنده نخوه وعاوز يساعد ابوه، وفي الوقت نفسه عارف ان المشكله دي اكبر من ده وزن البطيخه قد وزن ابنه. فقال له مال؟ فالواد مسك البطيخه الصغنطط كده، عنده 5-6 سنين، عروقه نفرت، حس انه متورط وعاوز يفضل ايه راجل. فطلع اول سلمه، فبابا قال له حبيبي لو تقيله الدهني تاني، قال له لا مش تقيله، وراح طلع تاني سلمه، قال له حبيبي هتقع، قال له لا مش هتقع، قال له حبيبي كفايه عليك كده، انت برافو عليك ساعدتني وشلتها سلمتني، قال له هشيلها للاخر. في رابع سلمه البطيخه وقعت واتكسرت 3 حتت، وطبعا كانت بطيخه اتكسرت منها، ياخدها من على الارض لموها ورموها في الزباله. اهو انا بعمل مع ربنا كده، عاوز اشيل البطيخه حتى لو البطيخه اتقل مني. كويس انك انت ما تبقاش متدلع، كويس انك انت عاوز تشيل، كويس انك انت يكون عندك رغبة في الاحتمال وطول الأناة، كل ده انا موافق عليه. بس في حتة كمان مش عجباني، ان انا محدود والله غير محدود، فليه انا مصر ان انا اشيل الحمل كله وبعد كده المشكلة تكسرني انا واتكسر وارجع اقول ربنا فين؟ هيرد عليا ويقول لي هو انت يا ابني سلمتهاني؟ هو انت يا ابني اديتهاني؟ فاوقات كتيره قوي انا بعمل كده. واحنا قلنا كام حاجه؟ 3 متهيألي، فاكرين قلنا ايه؟ طب قلنا ايه؟ نمره 1 الهدوء، نمره 2 الواقعيه والتاقلم، 3 الايمان، 4 تجنب العلاجات السريعة الخاطئة. يعني ايه العلاجات السريعة الخاطئة؟ اوقات في وسط المشكلة الشيطان يدحرج لي ملبس بس جواه سم. يعني ايه؟ يعني ممكن في مشاكل وفي هيجان تتعالج بكذبة، اروح انا اعمل ايه؟ كذب كذبة، ممكن المشكلة تتحل دلوقتي بس بعد يومين لما اكتشفوا الكذبة تولع اكتر مما كانت قبل كده. فوقات كتيرة قوي ناس تلجأ لحلول المشاكل، عارفين زي مين؟ زي رفقة اللي اقنعت يعقوب انه يضحك على اسحاق، وقال لها يا ماما ده كده خطيت كذب، قالت له خطيت كذب انا شيلها يا ابني بس انت تاخد البكورية. طب ما ربنا اعلن ان يعقوب اللي هيبقى البكر، وربنا عنده سكك ومسالك يتم بيها مشيئته، ليه احنا نكذب؟ النتيجة هروب يعقوب. يعقوب عشان ضحك على ابوه يضحك عليه 2 مرات، مره من خاله اللي جوزه ليئة بدل رحيل، والمره الثانيه من اولاده لما قالوا له ان الحق ابنك يوسف مات. ايه ده؟ ده غير انه قعد هربان من عيسو كل السنين في بيت خاله مش قادر يرجع، ولما راجع كان خايف خوف، ويقدم هدايا ويقدم رسل. ليه؟ لأن ممكن يكون في حل سريع، بس الحل السريع بعد كده إيه؟ عواقبه كبيرة قوي قوي قوي. يقول لك لا أصل أنا يعني كذبت كذبة صغيرة بس عشان أنقذ موقف.
انت ما حلتش مشكلة، انت زودت مشكلة فوق مشكلة. فخلي بالكم، اوعوا تلجأوا للحلول السريعة في المشاكل، لان الحلول السريعة مش كلها حلول سليمة، شوف فيها صوت ربنا ولا الفكرة دي فكرة من الشيطان. علشان وقتنا ما عطلكمش، عايز اقول لكم حاجة، كلنا في وقت ما، حتى الكاهن اللي بيكلمكم وحتى اب اعتراف الكاهن اللي بيكلمكم في مشاكل معينة يحتاج لمشورة خارجية. يعني يحتاج لمشورة خارجية، يعني انا عندي مشكلة او انت جبت لي مشكلة. اوقات كده ربنا مهما كان خبرة ابونا، تلاقي ربنا قافل حنفية الحلول علشان يقول لابونا ايه، انت محتاج حد تاني تتكلم معاه. اوقات المشكلة تضغطني انا، تكون مشكلة احل مشاكل الناس كلها، وتيجي في بيتي انا مشكلة ابقى محتاج اسمع فيها رأي من بره، عشان خايف اكون منفعل، خايف اكون ظالم، خايف ان انا يكون واقع تحت تأثير عاطفي معين، فانا بلجأ لحد. علشان كده دايما الكنيسة بتعلمنا ان في نوع من انواع المشورة والتلمذة. مش هنسأل في كل حاجة، لان في ناس بتسأل في حاجات مش المفروض تسأل فيها، لكن على الاقل لما تكون في مشكلة بتسبب عدم سلام، مشكلة بتسبب ضيق او قلق، حتى لو الاب الكاهن ما حلهاش هيصلي من اجلها. حتى لو الاب الكاهن ده، في ناس بتقول لي بص يا ابونا انا عارفه المشكله دي ملهاش حل، انا كل اللي طالبه احكيها لك علشان لما تصليني او تفتكرني او تشوفني في الشارع ترفع قلبك لربنا باسمي. اقول لها حلوه، الرساله وصلت. يعني ايه الرساله وصلت؟ هي عارفه عندها مشكله ملهاش حل. طيب والحل ايه؟ بس انا محتاج احكي افضل، ولعل كلمه تتقال يبقى فيها جزء من الحل او جزء من الهدوء ليا انا. اوعوا تخلوا كبرياء القلب يخلينا، يعني في رجاله كتيره قوي، ستات احسن من رجاله في النقطه دي بصراحه، في رجاله كتيره قوي يقول لك سر بيتي ما يطلعش بره. طب ما هو بيتك مخروب يا حبيبي. هو بيتك دوت متماسك، واحنا عاوزين احنا ككهنه او ككنيسه عندنا كيريوستي، عاوزين ان كل اسره نعمل لها فايل نكتب اسرارها. هو حد عنده الدماغ دي ولا حد فاضي للكلام ده؟ محدش فاضي. بس انا لما يكون بيتي يكون مخروب ومحتاج مساعدة، اكابر واقول لا محدش يعرف سرنا وخاصة الكنيسة؟ ليه؟ ده الكنيسة أأمن، ده الكنيسة مش هتطلع كلمة بره. انت لما تقول لأخوك ولا تقول للخالتك ولا تقول لجارتك، الناس كلها تعرف. فالكنيسة على الأقل صمام أمان، محدش فينا في مشكلة من المشاكل ما بيحتاجش مشورة. ربنا يديني ويديكم ويحل كل مشاكلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. يا